يلا بسم الله نبدأ. احنا بنتكلم على الكيميكال بوندز، ازاي الاتومز بتعمل بوند مع بعضها. فبنتكلم على الكيميكال بوند، خدنا نوعين، نوع اسمه ايونيك، الكلام ده كان في اولى اعدادي ودي سهولته، لسه ما دخلناش في الصعب. ايونيك بوند كانت ميتال ونون ميتال، الميتال بيعمل لوز والنون ميتال بيعمل جين، الميتال يبقى بوزيتيف ايون، النون ميتال نيجاتيف ايون، الكتريك اتراكشن. شكرا. يبقى الايونيك بوند ما بين ميتال ونون ميتال، مش هما الايونز بتاعتهم. طب لو هما الاثنين نون ميتال، قال لي تبقى كوفالنت، والكوفالنت معروف ان هي مبنيه على الشير. الكوفالنت بوند يا اولاد ثلاث انواع، والكوفالنت بوند ما تقلقوش احنا لسه هنتكلم في الناس بيقولوا عليها ايه، لسه الحصه الجايه ان شاء الله هنتكلم في الثيريز اللي بتقول الديفينيشن بتاع الكوفالنت. بس خليك عارف الاساس بتاع تكوينها، بتتكون ما بين اتنين نون ميتال، كل واحده فيهم بتعمل شير بنمبر اوف الكترون قد الثانيه. لو هما الاثنين زي بعض سي ال وسي ال، بي ار وبي ار، اي واي، بيبقى اسمها بيور. لو الاثنين مختلفين ما تبقاش بيور. لو الاثنين مختلفين واحد اقوى شويه من الثاني في الالكترون نيجاتيفيتي، يعني بيقدر يسحب الالكترون اكتر، يبقى اسمها بولر. لا هما الاثنين مختلفين بس مفيش فرق قوي بينهم في الالكترونيجاتيفيتي، يبقى اسمها نون بولر. يبقى دي خلاصه القصه اللي احنا قلناها. اللي عايز التفاصيل كامله هيسمع الثلاثه فيديوز اللي نزلوا على اليوتيوب، وما ينساش اللايك والسبسكرايب. ما تعملش لايك ولا زف، اسمع بس. خلاص عملت لايك انا اول ما تروح. بسم الله. يلا مصلحي هتحل معايا نمبر 9 عشان احس ان انت داخل في الفورمه. يا جماعه الترم الثاني قصير، محدش ياجل حاجه، لما اقول لك خلص الفيديوز تخلصها عشان تخش معانا على الموضوع، مش كل شويه حاسس ان في نفسك حاجه ناقصه. نمبر 9 يلا في المالتيبل تشويس. بسم الله. عايز يعرف ال HCN ده موليكول، وما تقلقش من الرموز اللي انت بتشوفها، معلش معلش عادي خالص. انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز الاول ارسمه بغض النظر الموليكول ده اسمه ايه. ده اسمه هيدروجين سيانايد، ملناش دعوه باسمه. هو بيتكون من ايه؟ قال لي بيتكون من وحده كربون وواحده نيتروجين وواحده هيدروجين. محتاج اني اساعدك؟ هساعدك. هقول لك ان الكربون C6، الالكترون كونفيجريشن بتاعه 2-4، يعني الاوتر ليفل بتاع الكربون يا بابا عنده اربع نقط. فلو هرسم الكربون هحط له ادي نقطه 2 3 4، بس مش هوزعهم دلوقتي. خليك عارف ان الكربون طالما في الاوتر ليفل 4 الكترونز، بنحط الاوتر ليفل ان ذا فورم اوف دوتس، بحطهم نقط. بس هصبر على النقط دلوقتي عشان اشوف اخواته الباقيين ناقصهم ايه. خلاص انت كده بقيت عارف الكربون عنده كام نقطه في الاخر؟ اربعه. عايزني اقول لك النيتروجين الاتوميك نمبر بتاعه 7، يبقى الالكترون كونفيجريشن بتاعه 2-5، يبقى الاوتر ليفل بتاع النيتروجين في كام الكترون اللي هم كام نقطه؟ 5 دوتس. لغايه دلوقتي في مشاكل؟ عايزني اقول لك الهيدروجين، قال لي الهيدروجين 1، يعني عنده 1 دوت. والله الموضوع سهل. تحب نبدا من عند الهيدروجين زي بعضه؟ الهيدروجين ركزوا يا اولاد، ده كده كوفالنت موليكيول. عرفت ازاي يا مستر؟ قال لي بصيت كده يا اولاد، النون ميتال بيكون اخرها 5 اور 6 اور 7 الكترونز، وخد معاهم الكربون احفظه، ده اشهر النون ميتالز اللي موجودين. وخد معاهم الهيدروجين الوحيد اللي عنده الكترون، وبقول عليه نون ميتال عشان هو جاز. اي نون ميتال في الدنيا هتلاقي اخره 5 اور 6 اور 7. في بعض الحاجات كده بتتحفظ زي الكربون والهيدروجين، احفظهم. اي حد اخره 1 اور 2 اور 3 ما عدا الكربون، ما عدا الهيدروجين، هيبقى ميتال. الميتال لمحته تبقى ايونيك، مفيش مشاركه، في لوز وجين. شكرا. طب دول كلهم نون ميتال يا مستر، يبقى دي كوفالنت بوند. تعالى بقى اما اقول لك ازاي هتتعمل. قال لي بتتعمل بالمشاركه. طب ازاي مشاركه؟ عنده كام نقطه الهيدروجين يا مصلحي؟ كام نقطه هيحطها جنب الكربون، والكربون يشارك كمان بنقطه. ما خلي بالك لو الهيدروجين هيشارك مع الكربون بنقطه، يبقى الكربون لازم نقطه. طب الكربون عنده اربعه، ما يزودلوش، ما ينفع. لازم يا اولاد السيميلاريتي، انا هحط نقطه تحط نقطه، هحط اثنين تحط اثنين، حط تلاتة تحط تلاتة، حسب اللي ناقصني. قال لي ماشي. الكربون بقى عليه كام واحدة كده يا باشا؟ أربعة كده، واحدة خلاص شارك بيها، باقي عنده كام؟ تلاتة. نسأل النيتروجين الأول، بنقول له يا نيتروجين أنت الأوتر ليفل بتاعك فيه كام إلكترون؟ أه ناقصك كام وتبقى شبه النوبل جاز؟ لا لا، النيتروجين ناقصه كام نقطة يبقى شبه النوبل جاز؟ النوبل جاز بيبقى آخره 8، يبقى ناقصه كام؟ يبقى يشارك بتلاتة. لا ركزوا في الحتة دي عشان هي دي الفكرة. يا أولاد لما يكون عندي نميتال عايز يشارك، يبقى عايز يوصل للنوبل جاز. ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا باشا؟ استريح جوه. لما يبقى عندي نميتال عايز يعمل شيرنج بالالكترونز بتاعته، يبقى هدفه الاول انه يبقى شبه النوبل جاز، فشوف ناقصه كام ويشارك بالعدد اللي ناقصه. فالنيتروجين ناقصه 3 الكترونز عشان يبقى شبه النوبل جاز، اخره 8، فهيشارك بكام الكترون؟ بثلاثه. يحطهم هنا جنب الكربون ويقول له بص، كانهم بيلعبوا كوتشينه، يقول له انا نزلت ثلاثه. فالكربون يقول له لا انت مش احسن مني، هتنزل ثلاثه هنزل لك ثلاثه. خلي بالك النيتروجين لسه ما خلصش الخمسه بتوعه، بقى عليه هنا ايه؟ بقى عليه كام؟ الكربون خلص ولا ما خلصش؟ كان اخره اربعه، خلاص شارك. عايز اقول لك ان ده من الاهداف اللي بيخليهم يرتبطوا اصلا.
مش مصدقني؟ تعال بص على الكربون كده بابا وشوف الاحساس بتاعه بقى عنده كام الكترون في الاوتر ليفل. 3 و3 6 و2 كام؟ 8 بقى كانه نوبل جاز. تعال بص على النيتروجين كده عشان اثبت لك. عد اللي في الاوتر 8 برضو. هتبص على الهيدروجين هقول لك ده غلبان مش هيعرف يبقى 8 بس عايز يبقى شبه النوبل جاز اللي اسمه الهيليوم اللي اخره 2 الكترونز فكده بقى شبهه. يبقى كلهم هدفهم من الشيرنج هو انه يبقوا شبه النوبل جاز. وده راي بعض العلماء يا اولاد اللي هندرسه الحصه الجايه ان شاء الله واحنا بنتكلم على الديفينيشن بتاع الكوفالنت بوند. لكن مبدئيا اللي احنا عارفينه من اولى اعدادي ان كل الاليمنت اللي موجوده في الريبريزنتاتيف عايزه تبقى شبه النوبل جاز فده هدفهم من الشيرنج. لغايه دلوقتي انا كل اللي عملته رسمت النقط. هشيل لك البراويز بقى اللي انا حطيتها دي وابدا اقرا الاسئله وقول لي ايه التشويس اللي انت شايفه صح. واحد واحد كده بيقول لي الكربون سي 6 هيبقى عنده 1 لون بير. الكلام ده صح ولا غلط؟ انت عارف يعني لون بير؟ قال لي يعني عنده 2 الكترونز ما شاركش بيهم مع حد. لا ده خلص. خش على اللي بعده. النيتروجين هيبقى عنده 1 لون بير. صح ولا غلط؟ صح. يبقى دي كده صح. ولو كملت الباقيين بيقول لي الهيدروجين هيبقى عنده 1 لون بير. بقول له اصلا ده هو الكترون واحد اللي شارك بيه يبقى دي غلط. لو تكمل النيتروجين هيبقى عنده 2 لون بير. بقول لا هو لون بير واحد. يبقى الناس اللي اول مره تسمع الكلام كلمه لون بير معناها 2 الكترونز ما دخلوش في الشراكه ما دخلوش في الشيرنج. كلمه بوند بير معناها الالكترونز اللي عملت البوند. فلو سالت الكربون دلوقتي عليه كام بوند بير قال لي استنى اما اعديهم لك ادي 1 2 3 4 حوالين الكربون 4 بوند بير. ولو سالت كام الكترون يبقوا 8 لان كلمه بير يعني 2 الكترونز. فخلي بالك هو بيسال بالالكترون ولا بالبير. اسال كريم واقول له النيتروجين عنده كام بوند بير. النيتروجين يقوم تشوف النيتروجين عنده كام واحد مشترك جنبه. صح. عنده كام بوند الكترونز؟ لا بوند الكترون يعني كام واحد بس بالنقطه مش بالجوز. يبقى 6. عنده كام لون بير؟ 1. عنده كام لون الكترون؟ 2. كلمه لون الكترون يعني ما شاركش بيهم. 2 ما شاركش بيهم الكترونز. لكن لو قلت لك كام لون بير؟ بير يعني تقدم الاثنين يبقى 1. صعب الكلام؟ طيب السؤال اللي بعده نفس الفكره بالظبط عشان ما ضيعش الوقت والمجهود حضرتك خليك عارف اهو انا هختصر لك الموضوع. يلا حبيبه الموليكيول اللي عليه الدور في السؤال نمبر 10 انا هقول لك النقط اللي شاركت واللي باقيه عشان انت تعدي وتشوفي الاجابه الصح. البي ار يا اولاد ده موجود في جروب 7 اي. الشرطه الواحده معناها نقطتين. يبقى الشرطه الواحده معناها كام نقطه؟ 2. اهم ادي كده السي بنقطه والبي ار بنقطه. حط للسي الاول اهي نقط السي اهي كده. السي خلص يا دكتور احنا لسه قايلين عليه اخره فوق. نحفظ السي يا اولاد. طيب السي دي كمان اهي حطت نقطه هنا. الشرطه معناها كل اتوم مشاركه بنقطه فما بين السي والاو شرطتين يبقى كل واحده مشاركه بنقطتين او بتو الكترونز من عندها. طيب تعالى اما اكمل لك الباقيين. الان حد زعلان؟ طيب الاتش الاتش اهي والاتش كده خلصت. الان لسه ما خلصتش. الان لسه عليها 2 عشان كان عندها 5 شاركت بتلاتة اتبقى عندها 2 ما شاركتش بيهم. الاكسجين كان عنده الاوتر فيه 6 شارك باتنين اهم يتبقى عليه 4. البي ار في جروب 7 اي شارك بنقطه يتبقى عنده 6 دوت. يلا دكتوره شوف لنا الاجابه اللي تنفع ايه في الاجابات دي. بيسالك على النمبر اوف الكترونز اللي ما دخلت which don't ما عملتش شيرنج ولا مشاركه in the forming of bond. هتعدي ايه اللي في النص ولا اللي بره؟ اللي بره اللي بنسميهم لون الكترونز بنسميهم لون. مش عارف هتعرفي تعدي ولا عد معايا. في كام الكترون هنا؟ 2. الهيدروجين لسه عنده حاجه؟ الكربون لسه عنده حاجه؟ الاكسجين لسه عنده كام؟ البي ار لسه عنده كام؟ هنا كان بيقول لي اللي ما عملوش شيرنج اللي ما دخلوش في الفورمينج اوف بوند فقلت له هعد النقط اللي ما شاركتش. لو كان بيسالني على البوند بقى اللي دخلوا كنت عديت دول. اعد ده وده وده والاثنين دول وهكذا وانا ماشي افضل عادي. صعب الكلام؟ يبقى احنا كده نختار من هنا 12 الكترونز. تعالى للرسمه الغريبه دي بقى. ليه اخترت سي؟ ما انا عايز افهم يعني ايه ايونيك. قال لي ايونيك مبنيه على ايه؟ حلو قوي. واحد فيهم بيكون هاير ذان ان الكترونيجاتيفيتي والثاني لوور ذان ان الكترونيجاتيفيتي صح؟ فواحد فيهم بيتاخد منه الالكترون خلاص بعد عنه خلاص وبقى الاستابيليتي بتاعته عاليه والثاني اخد الالكترون وبقت الاستابيليتي بتاعته عاليه وبالتالي الراجل راح اختار للتشويس سي. قال لي طب ما هو بي شبهه. اهو بوست فو نيجاتيف اهو. بقول له ايوه انا اعتراضي ايه دي؟ معناها ان الليفل لسه ما استقرش. معناها الليفل لسه عنده الابيليتي ان هو عايز يودي حاجه تاني. لا خلاص خلصنا طالما وصلنا للنوبل جاز وعملنا لوسنج وجين خلاص خلصنا وبالتالي دي هتبقى غلط. نفس الوضع دي هتبقى غلط. دي كده اصلا حضرتك دي كده شيرنج دي مش لوسنج وجين. دول لوسنج وجين بس في حاجه غلط. دي بقى اللي خلاص بقى الايون وانت ملاحظ ان الريديوس بتاعه قل لان انت عارف البوست في ايون بيقل الريديوس بتاعه عشان فقط والبوست بقى ازيد. هنا الريديوس
بتاع النيجاتيف واضح انه بقى اكبر، فخلاص ده كده اللي بيعبر عن معلومتي في الترم الاول، ان لو في اليمنت عملت لوسنج وبقت بوزيتيف ايون الريديوس بتاعها بيقل، لو عملت جيننج وبقت نيجاتيف ايون الريديوس بتاعها بيزيد. هنا بيسال على الابيليتي تو كوندكت الكتريك كارنت، ففي ناس غلطت واخدت ال ان اي سي ال، وناس اختارت الكي سي ال ومش عارفه ليه، وناس اختارت الاي ال سي ال 3 ومش عارفه ليه، وناس قال لي مستر الاثنين دول نون ميتال فانا مش هاخدهم. الناس اللي بتسال انت بتشوف الكوندكتيفيتي على اي اساس؟ بقول له على قوه الايونيك بوند، وقوه الايونيك بوند يا اولاد مبنيه على الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي، كل لما يبقى هاير ذان 1.7 كل لما تبقى الايونيك بوند قويه، كل لما يبقى الميتال سهل يفقد والنون ميتال سهل يكتسب يبقى البوند قويه. قال لي تمام، بس انا قلت لك ان الكوندكتيفيتي اوف الكتريستي انكريسس في المولتن اور سوليوشن، يعني انا بدور على الكوندكتيفيتي مش وهو سوليد، وهو سوليد يا بابا ما بيوصلش لان البوزيتيف والنيجاتيف مشغولين في الايونيك بوند ان هم يمسكوهم. نزلوا بقى في الميه ايه اللي بيحصل؟ قال لي بيحصل ديكومبوزنج، بيتفككوا، فيبقى البوزيتيف لوحده والنيجاتيف لوحده، هم دول اللي ينقلوا الكهرباء. الكهرباء بتتنقل لو في السوليوشن بتتنقل عن طريق الايون بوزيتيف ونيجاتيف، ولو في الاسلاك بتتنقل عن طريق الموفمنت اوف الكترون. انا بسال دلوقتي على حاجه بوند موجوده ايونيك، طب هما ماسكين في بعض كده فين البوزيتيف والنيجاتيف؟ ما هم مش ظاهرين، البوزيتيف والنيجاتيف هما اللي مسكوهم اصلا. يبقى لما ادور على الكوندكتيفيتي اوف الكتريستي قال لي يبقى بص على الفيزيكال ستيت، يا اما يكون اكوا سوليوشن يا اما يكون ال، يعني حصل له مولتن يعني سايح، ولما بيسيح بيبقى البوزيتيف لوحده والنيجاتيف لوحده. الكي سي ال عشان هي ليكويد، وما اخترناش الان اي سي ال على الرغم ان المولتن اند سوليوشن اوف ان اي سي ال جود كوندكتور اوف الكتريستي، وكمان الا اني مش هختاره عشان خاطر مكتوب تحته سوليد. خلاص، طب ليه يا يوسف ما اخترتش الاي ال سي ال 3؟ ما هو ميتال ونون ميتال اهو. ليه؟ ما هو ده احنا عارفين. ليه ده مش هاير بقى؟ قول ليه ما اخترتش الاي ال سي ال 3 عشان اقول عليه لا ما هو مش سوليد، ما هو كاتب تحته ال اهو. ما احنا عارفين، ما انا قلت هو ما اختاروش عشان ضعيفه. انا بسال ليه ضعيفه؟ ده ايوه لا بس انت يعني انت قلت حاجه صح وحاجه مالهاش علاقه بالموضوع، اسمها الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي. الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي ما بين الاي ال والسي ال از ليس ذان 1.7. العيال الجديده مش فاهمه، بنقول لهم لما يبقى الفرق بينهم كبير في الكترونيجاتيفيتي، يعني واحد عالي قوي والتاني قليل قوي، فالديفرنس يبقى كبير فتبقى البوند قويه. دول يا حبايبي الديفرنس قليل، الديفرنس ما بين الاي ال والسي ال في الكترونيجاتيفيتي قليل، فهم اصلا مش ماسكين بعض قوي، وبالتالي الكوندكتيفيتي اوف الكتريستي بتاعتهم مرتبطه بالديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي. يبقى ليه ما اخترتش الاي ال سي ال 3؟ ولازم تحفظه عشان ده عندك في المنهج. الاي ال سي ال 3 عنده ويك ايونيك بوند، وبالتالي الكوندكتيفيتي اوف الكتريستي للسوليوشن بتاعه او للمولتن بتاعه بتكون ضعيفه. طب الكلام طيب، هنا سؤال سهل بيقول لي مين في دول عنده ايونيك كاركتر، مين في دول عنده ايونيك كاركتر؟ قال لي والله ايونيك كاركتر او ايونيك بروبرتيز دي مرتبطه بانه يكون ميتال ونون ميتال والديفرنس بينهم كبير. حبايبي الحلوين احفظوا ان الكربون نون ميتال والهيدروجين نون ميتال والسي ال نون ميتال. لو انت مش عارف ان الار بي ميتال فحضرتك بالاستبعاد انا شلت الثلاث اختيارات الاولانيين. ماشي الحل. نمبر 14 بيقول لي ويتش اوف ذا فولوينج اليمنتس اللي موجودين في جروب 2 اي فورم كومباوند بيبقى غالب عليه، هو ايونيك اه بس بيبقى غالب عليه الكوفيلنت او البروبرتيز اوف كوفيلنت كومباوند. ما هي نور هتجاوب معايا؟ المفترض الديفرنس ان الكت ايوه لا ركزوا بقى في التفاصيل الصغيره دي عشان دي بتاعت الامتحانات. الاول هو مديني دول، قال لي دول في جروب 2 اي، قلت له طب معلش انا هرتبهم كده من فوق لتحت على حسب ما هم موجودين في جروب 2 اي، فلقيت ان اصغر اتوميك نمبر هو البي اي ده موجود فوق، يليه الام جي ده اللي تحته، يليه السي اي ده اللي تحته، يليه الاس ار ده اللي تحت. حلو كده. الناس اللي كانت فاهمه الترم الاول، احنا بنتكلم دلوقتي على الالكترونيجاتيفيتي صح؟ طيب اسالك وقولي لي، واحنا نازلين من فوق لتحت الالكترونيجاتيفيتي لو فاكره قولي لي، الالكترونيجاتيفيتي كانت بتقل صح؟ وبالتالي يا اولاد اللي فوق ده اكبر حد في الالكترونيجاتيفيتي وده اقل حد في الالكترونيجاتيفيتي. قالت لي ماشي، هسالك بقى عشان اسهل عليك الاجابه، مين فيهم لما يجي معاه نون ميتال يبقى الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي قليل؟ بي اي. اكسلنت، برافو عليك، اجابه صح. حبايبي الحلوين بالراحه ركزوا في الحته دي، محتاجه انك تبقى فاهم انت بتقول ايه. طب بالراحه عشان الناس اللي ما بتفهمش، بنقول له حبيبي الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي يعني الفرق، يعني لما نقصهم من بعض، لما يكونوا الاثنين كبار ونقصهم من بعض يبقى الفرق ايه؟ واحد معاه مليون جنيه والتاني معاه 900,000، الاثنين اغنياء ما شاء الله، الفرق بينهم كام؟ حاجه قليله بالنسبه للاغنياء، حاجه قليله صح؟ يبقى انت عايز اللي بيعاني
عنده بروبرتيز شبه الكوفالنت وهو ايونيك. قال لي يبقى ميتال ونون ميتال، لكن الاثنين كبار في الالكترونيجاتيفيتي. اللي انا عملته دلوقتي على البورد قلت لك ان البي اي بالنسبه لجروب 2 اي يعتبر كبير في الالكترونيجاتيفيتي، النون ميتال معروفين ان هم كبار في الالكترونيجاتيفيتي، فلما اطرح اثنين كبار في الالكترونيجاتيفيتي الفرق يبقى ايه؟ الفرق يبقى قليل، وبالتالي الايونيك بوند تبقى ضعيفه، فالايونيك بوند اللي عنده هتبقى لايك كوفالنت، هتبقى ضعيفه، هي ايونيك بس ضعيفه زي الاي ال سي ال 3 كده بالظبط. يبقى مين في جروب 2 اي يعمل ايونيك بوند ضعيفه؟ قال لي البي اي يا مستر، ولو سالتك عن السبب هتقول لي عشان ده اكبر واحد في جروب 2 اي في الالكترونيجاتيفيتي، فيبقى الديفرنس بينه وبين النون ميتال قليل، فالايونيك بوند تبقى ضعيفه. واحنا قلنا الايونيك بوند تبقى ضعيفه لما الديفرنس يبقى قليل. اللي هيسال يرفع ايده عادي اسمعك. فهمت؟ يبقى احنا بنقول تاني الايونيك بوند مرتبطه بالديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي، كل لما الديفرنس يزيد تبقى قويه، كل لما الديفرنس يقل تبقى ضعيفه. اقوى الايونيك بوند ما بين 1A و7A، كل لما الفرق يزيد كده واحد في اول الجدول واحد في اخره، كل لما يبقى الديفرنس كبير، ان اللي في الاول صغيرين في الالكترونيجاتيفيتي اللي في الاخر كبار. لما اجي اضحك عليك واقول لك ها قول لي بقى مين في دول هيعمل ايونيك بوند ضعيفه، قول لي والله يا مستر الميتال اللي عنده الكترونيجاتيفيتي كبيره لما يجي له نون ميتال كبير في الالكترونيجاتيفيتي يبقى الفرق قليل، تبقى ايونيك بوند ويك لايك كوفالنت. السؤال اللي بعده كان جايب لي element W و X و Y و Z located in same period، which عايز يعرف which of this element هيبقى عنده high melting point. مين عنده high melting point؟ قال لي واحنا ماشيين كده في البيريود، هو بيقول لي highest melting point صح؟ واحنا ماشيين في البيريود ايه اللي بيحصل؟ في البيريود واحنا ماشيين الالكترونيجاتيفيتي عكس الراديوس، الراديوس كان بيقل فالالكترونيجاتيفيتي بتزيد. حلو قوي. يبقى المفروض ال Z، فكر تاني كده بالراحه، بص على الترتيبه بتاعتهم الاول، هو W X Y Z located in same period، موجودين في نفس البيريود. ما انا انا جاي لك اهو في الكلام، هو ما قالش ان هم مترتبين، هم قال ان هم موجودين. شكرا. هو قال ان هم موجودين في نفس البيريود صح؟ دوري كطالب اني ارتبهم. طب هترتبهم ازاي؟ قال لي بص كده في التشويسز، الزد حاطط ايه جنب السي ال؟ الناس اللي فاكره الاكسديشن نمبر بتاع السي ال كان نيجاتيف 1، فلما انا احط لك الزد هنا وما احطش ارقام تحت السي ال يبقى الزد ان ده مونو صح؟ زد ان ده ايه؟ مونو، يعني عنده في الاوتر ليفل الكترون واحد وتند تو لوز ات، يبقى الزد ده في الاول. طب لو جيت بصيت هنا على الواي عنده تو الكترونز، لو تفتكر واحنا ماشيين في البيريود كنا بنزود واحد على الاتوميك نمبر صح؟ وبالتالي الاوتر ليفل كان بيزيد واحد واحنا ماشيين بالتدريج، فيبقى الزد يا اولاد ده اول واحد يليه مين؟ يليه مين؟ يليه الواي، يليه مين؟ هو مش هيبقى جنبيهم هنا، الاكس هيبقى الناحيه دي، وهسيب هنا ال10 element بتوع مين؟ هسيب ال10 element بتوع الدي. قال لي ماشي كمل. وبعد كده يجي اللي اخره اللي هو الدبليو، يبقى دي الترتيبه الصحيحه بتاعتهم بناء على فهمي يعني ايه في نفس البيريود. في نفس البيريود يعني لو كان مثلا الاولاني ده كان ان اي 11 يبقى اللي بعده هيبقى 12، بغض النظر انت حافظ الارقام ولا لا، يبقى اللي بعده اللي هو ده كده هسيب ال10 element اللي تحت دول، واللي بعده الناحيه دي هيبقى مين؟ ده كده هيبقى 13، واللي بعده هيبقى 14، وهكذا. حد متلخبط؟ يبقى انا قبل ما اشتغل هو ما قاليش ان هم مترتبين زي ما هو جايبهم، هو قال لي بس ان هم موجودين في نفس البيريود، فانا لازم اشغل مخي. هم موجودين في نفس البيريود ترتيبتهم ايه؟ عشان اقول لك ان اللي موجود في الاول لما يروح يعمل بوند مع السي ال فيبقى الديفرنس بينهم ان الكترونيجاتيفيتي عالي، وهو هنا بيقول لي هايست ميلتنج بوينت، يعني بقول له عايز سترونج ايونيك بوند صح؟ سترونج ايونيك بوند يعني انا عايز ما بين الطرفين اللي في الاول مع السي ال، فانا استنتج ان الزد ده هو اللي موجود في الاول عشان هو مونوفيلنت وموجود في الاول ده اولاد يعني هو البوزيتيف ايون، فاستنتجت ان الزد سي ال ده كده اكبر ديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي. يبقى حضرتك ما تاخدش الاجابه بس خد السبب ورا الاجابه. اللي هيناقشني في السؤال يرفع ايده او اللي حاسس ان هو لسه مهزوز يرفع ايده. التركه في السؤال انك ترتبهم على حسب الاتوميك نمبر بتاعهم، هما في نفس البيريود خلاص رتبهم انت. فالترتيبه الصحيحه انا جبتها من الاختيارات ما جبتهاش من السؤال، جبتها من كل واحد حاطط كام على السي ال. حط 4 يبقى انت مش اول واحد، انت الرابع. حاطط 3 يبقى انت التالت. حط 2 يبقى انت التاني. حاطط 1 يبقى انت الاولاني. وانا عايز اكبر ديفرنس يبقى هاخد الاول مع السي ال، الاول ده اللي هو موجود في اول بيريود هو في 1 اي مع السي ال اللي موجوده في 7 اي، ده كده اكبر ديفرنس، يعني ده كده اكبر ايونيك بوند قوه، يعني ده يبقى اكبر حاجه في الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت والالكترونيجاتيفيتي والالكتريك كوندكتيفيتي لو بتكلم على السولوشن بتاعه او بتكلم على المولتن بتاعه. حد متلخبط؟ عايز يعرف الكيميكال فورمولا للمولكيول اللي هيتكون ما بين الواي اللي التوزيعه بتاعته زي ما انتم شايفين التوزيعه بتاعته
بص كده معايا، اخره 3s2 3b4. يعني الاوتر ليفل فيه كام يا دكتوره؟ يعني ده دكتوره عباره عن نون ميتال. مع مين يا دكتوره؟ مع الاكس اللي الاوتر ليفل بتاعه 3s1، يعني فيه 1 الكترون، يعني ده كده ميتال. انا كده دوري خلص، مستني اسمع منك. البوند اللي هتتكون هتبقى ايونيك ولا كوفيلنت؟ الميتال هيعمل ايه؟ هيلوز صح؟ يعني الاكس اللي هي عندها الكترون هتتحول الى اكس بوزيتيف 1، مش كده؟ طب والنون ميتال اللي اخره 6 ناقصه كام ويبقى شبه النوبل جاز؟ ناقصه كام؟ لا ناقصه 2، ما النوبل جاز بيبقى اخره 8، يبقى الواي هيبقى عليه 2 نيجاتيف تشارج. تعرفي تستنتجي الكيميكال فورمولا للمولكيول اللي هيطلع من الكومباينيشن بتوين اكس اند واي او واي اند اكس؟ مين بيتكتب الاول يا دكتوره؟ الميتال ولا النون ميتال؟ الميتال. مين الميتال في دول؟ الاكس. يبقى الاكس هيتكتب الاول. ومين يتكتب بعده؟ ونبدل الفالنسز، الاكس مونو يحط هنا 1 ما بيتكتبش، الواي قلنا داي، نقلين صح احنا صح؟ الواي داي يحط هنا ايه؟ 2. اختاري بقى، يبقى التشويس اللي فيه اكس، يبقى تشويس بي اكس 2 واي. صعب الكلام؟ صعب مستر. هو ينفع واحد يفقد واحد والتاني يكتسب 2؟ حبيبي لا، انت لو بصيت هتلاقي ده عايز يكتسب كام؟ 2 الكترون صح؟ فالاكس ما جاتش لوحديها، جت اكس 2 عشان كل واحد يلوس 1. السؤال اللي بعده، فين البوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون في كل تشويس؟ هشاور لك عليه. عايز اعرف فين البوزيتيف ايون اللي بنسميه كاتاين والنيجاتيف ايون اللي بنسميه اناين. مين البوزيتيف ومين النيجاتيف؟ ال اي اتش. طلعه بره كده عشان تبقوا شايفينه كويس. نغير اللون ده عشان لو مضايقكم. قال لي اسمه. مين البوزيتيف ومين النيجاتيف؟ اكسلنت دكتور. هسالك سؤال تاني، بوزيتيف كام ونيجاتيف كام؟ ممتاز جدا. فاهم يعني ايه بوزيتيف 1؟ يعني ايه؟ طب فاهم يعني ايه نيجاتيف 1؟ جميل. لو انا عرفتك ان ال اي الاتوميك نمبر بتاعه 3، الاتوميك نمبر بتاع ال اي كام؟ وانت قلت لي عليه بوزيتيف، يعني هتنقص واحد، يعني اللي باقي معاك كام؟ يعني البوزيتيف ايون اللي عندي بقى عليه 2 الكترونز، ماشي الحال؟ كمل. الاتش، لو عرفتك ان الاتوميك نمبر بتاع الاتش ب 1، فاهم يعني ايه اتش نيجاتيف؟ يبقوا كام؟ الله يسعدك يا شيخ. كده النمبر اوف الكترون اللي عند البوزيتيف ايون قد النمبر اوف الكترون اللي عند النيجاتيف ايون، صح؟ السؤال بيقول انا عايز اللي مش زي بعض، هل تختار الاختيار ده؟ يبقى الاختيار ده ما ينفعش. ال ان اي او اتش، معلش هنتعبك معانا، هاخد ال ان اي او اتش الناحيه دي عشان الناس تشوف. تعرف تقول لي فين البوزيتيف وفين النيجاتيف؟ الله يسعدك يا شيخ. بوزيتيف كام والان اي او اتش؟ حلو قوي، واحده واحده كده عشان نفهم الناس. لو انا عرفتك ان الان اي الاتوميك نمبر بتاعه 11، يعني ايه ان اي بوزيتيف؟ قول على نفس المبدا اللي انت كنت تقوله، يعني نقصت واحد، يعني الباقي كام عند الان اي بوزيتيف؟ جميل قوي. لو عرفتك ان الاو مع الاتش نيجاتيف 1، معناها ان الاو مع الاتش زايد عليهم كام الكترون؟ طب انا هقول لك الاتوميك نمبر بتاع الاو 8 والاتوميك نمبر بتاع الاتش ب 1، مجموع دول كام؟ 9. والنيجاتيف تعني مش هو ده الاختيار اللي هو عايزه، هو عايز الاثنين اللي مش زي بعض، البوزيتيف مش قد النيجاتيف. فهمتوا الفكره؟ وبالتالي هكمل بقى خلاص بنفس المنطق وهوصل معاك للاختيار الصحيح اللي هو تي اي سي ال 3. الناس هتسالني تقول لي طب والاتوميك نمبر نجيبها منين؟ المفترض يكون مديها لك هنا في السؤال. طيب التي اي هو كاتبها في السؤال؟ طيب جميل ماشي، كاتب ليه؟ معلش عادي، جل من لا يغلط يا اولاد عادي. هنا التي اي سي ال 3، التي اي 22، التي اي حاطط هنا 3 معناها لوزنج 3 الكترونز، يعني المتبقي عنده 19. السي ال 3 معناها 3 سي ال نيجاتيف، معناها ان عندي 3 تايمز السي ال الواحده ب 17، بعد ما اعمل التايمز ابقى ازود عليهم 3 الكترونز، اكيد دول مش هيطلعوا متساويين، دي هتطلع حاجه و50 ودي هتطلع 19. الفكره كلها انا عايز اشوف البوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون عامل ازاي. هو الايونيكا مستر تنفع ما بين بوزيتيف ايون جاي من ميتال واتوميك جروب؟ اه تنفع، طالما بوزيتيف ونيجاتيف تبقى ايونيك. يلا نتحرك في الاسئله بقى شويه عشان نكمل الاسئله للاخر. في نمبر 18، نمبر 17 الاول، خلاص 17 خلصت. نمبر 18، بص على التيبل اللي عندك، دول 4 اليمنتس. بص على اول واحد وقول لي نوعه ايه. الاوتر ليفل فيه كام الكترون؟ اسمك يا دكتور. اول اليمنت نوعه ايه؟ بص عليه كويس. الاوتر ليفل بتاعه فيه كام الكترون؟ لا، الاوتر ده بشوف كل اللي موجود هنا عندي 2 و2، ده كده انا في الليفل الرئيسي الثاني صح؟ اجمالي اللي فيهم كام الكترون؟ ما تعدي لك كويس، يلا هنا 2 وهنا 1، يبقى هنا 3 الكترونز. ده ميتال ولا نون ميتال؟ ميتال. الاجمالي اللي في الاوتر ليفل كام؟ ميتال ولا نون ميتال؟ نون ميتال. هنا الاجمالي كام؟ لا خلي بالك، هنا 3s واللي قبله 2b مش تبعه، يبقى 1. ميتال ولا نون ميتال؟ ميتال. ها 4 ده الكربون يا اولاد، نون ميتال. حلو. ال نمبر 3 ده الايه؟ لا الهيدروجين اتش 1 ده الصوديوم. ماشي جاوب بقى. هنا بيقول لي عايز يعرف which of this element its molecule consist of two atoms. مين اللي يقدر يكون two atoms منه؟ انت فاهم السؤال؟ هفهمه لك. هل ينفع 2 من نمبر 1
يعملوا مع بعض بوند؟ هل ينفع اتنين ميتال يعملوا مع بعض بوند؟ حلو قوي. هو بيسألك اتنين منه يكونوا مولك. خش على اللي بعد. هل ينفع اتنين من ده يعملوا مع بعض بوند؟ قال لي هو ميتال ولا نون ميتال؟ نون ميتال. ينفع اتنين من نون ميتال يعملوا؟ قال لي اه يعملوا كوفيلان بوند، يبقى ده ينفع. هنا ده ميتال ما ينفعش. هنا بقى الحيرة مستر، طب ما ده كمان نون ميتال. قال لي ايوه بس الكربون ما بيعملش بوند مع كربون، لان ربنا خلقه موجود ان ذا فورم اوف مونو اتوميك. الكربون كل السوليد يا اولاد وهي في السوليد ستيت بتبقى موجوده مونو اتوميك، يعني في اتوم واحده بس في الموليكيول بتاعها. يبقى اللي يعرف يعمل اتنين مع بعض هو اللي فوق ده، لانه نون ميتال جاز يقدر يعمل بوند الاتنين مع بعض يشاركوه. لان احنا خدنا في الاول واحنا بنشرح ان الكوفيلانت بوند في منها مونو وفي منها داي وفي منها تراي، كان في سنجل بوند ودبل بوند وتريبل بوند، لكن ما كانش في اربعه مع بعض، مش موجود. اتفقنا؟ السؤال اللي بعده، الشكل اللي قدامي لو بصيت عليه جايب لي زد عامله بوند مع واي وواي وواي، بيقول لي عايز يعرف نوع البوند اللي موجوده بولر كوفيلانت. طب ليه استبعدت ان هي ايونيك؟ عشان الايونيك ما بتشاركش، الايونيك لوزنج وجين. طب ليه استبعدت ان هي بيور كوفيلانت؟ اه كلمه بيور يعني الاثنين سيميلر ودول مختلفين. طب ليه استبعدت ان هو اسيد؟ دي انا هقولها بقى، صح مفيش اتش. طب عرفت ازاي مفيش اتش؟ قال لي الاتش عندها الكترون واحد، والاسيد يا اولاد بتتميز بوجود الاتش. حلو قوي، شكرا عبد الله. نمبر 20 يا اولاد ركزوا كده في نمبر 20، مين هيساعدني في الحل؟ مين هيساعدني؟ حازم يساعدني في الحل. يلا حازم. بيقول لك اكس الاتوميك نمبر بتاعه ان، وبيقول لك ان الاكس يقدر يعمل ايون نيجاتيف 2. الله يسعدك يا شيخ. الواد قال لي طالما نيجاتيف 2 يعني الاوتر ليفل بتاعه ناقصه 2 يكتسبهم، واللي بيكتسبوا دول نون ميتال. اللي بيكتسب 1 في ال 7A، اللي بيكتسب 2 في ال 6A، اللي بيكتسب 3 في ال 5A. احفظ احفظ احفظ. لو عندي نون ميتال موجود في جروب 7A يعني الاوتر ليفل 7 الكترون يبقى ناقصه 1. لو عندك اليمنت موجود في ال 6A يعني ناقصه 2. لو عندك اليمنت موجود في ال 5A ناقصه 3. قال لي ماشي، فاهم يا كريم؟ فيبقى الاكس طالما قال لي بيعمل نيجاتيف 2 فانا استفدت على طول ان الاكس ده موجود في جروب 6A. مستر الحته اللي تحت دي ما كنتش فاهمها. بيقول لي الواي الاتوميك نمبر بتاعه ان بلس 1، فاهم يعني ايه؟ جدع يالا. قال لي يا مستر واحنا ماشيين في البيريود، لو انت قلت لي وانا ماشي كده في اليمنت هنا الاتوميك نمبر بتاعه ان، مضايقاك ان؟ حط اي رقم، حط مثلا 16. بقول لك اللي بعده هيبقى ان بلس 1. قال لي يعني 16 بلس 1 يديني كام يا اولاد؟ فلو قلت لك ان ده في جروب 6A يبقى اللي بعده اللي هو الواي، قال لي يبقى في جروب 7A. كمل يا حازم. يبقى التشارج اللي عليه تبقى اه ما لسه قايلين اهو، جروب 1A، جروب 7A نيجاتيف 1، 6A نيجاتيف 2، 5A نيجاتيف 3. قال لي جميل، كمل يا باشا. عايز ايه هو بقى؟ حلو قوي، هسألك ورد عليا. انا في الاجابات عندي في اول حاجه التايب اوف بوندنج، في كلمه ايونيك وكلمه كوفيلنت، عايز استبعد. صح. ليه؟ قال لي مستر جروب 5A و 6A و 7A كلهم نون ميتالز، ما ينفعش ايونيك. ايونيك لازم ميتال عمل بوزيتيف ايون ونون ميتال عمل نيجاتيف ايون، فانا استبعدت كل اللي فيه ايونيك. قال لي جميل. طيب هتختار كوفيلنت اللي في تشويس بي ولا اللي في تشويس دي؟ قال لي استنى لما احطهم جنب بعض بايا كانت الطريقه، وحط الاكس الاول بعد كده الواي. قلت له ماشي. ها نحط الاكس ونحط جنبه الواي. قال لي هو الاكس الفالنس بتاعه ايه؟ يعني داي صح؟ الاثنين بتاعته يحطها هنا، والواي نيجاتيف 1 يعني مونو، يبقى نختار اكس واي 2 اللي هي التشويس بي. صعب الكلام يا اولاد؟ 21 هتبقى تشويس ايه؟ هو هنا جايب لي جدول، جايب لي جدول وكاتب فيه الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الهيدروجين والكربون والنيتروجين والاكسجين. كل اللي هعمله، كل اللي هعمله هشوف هو عايز يعرف مين فيهم ليس بولر، يعني هجيب اقل ديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي. ما انتوا عارفين ان البولاريتي برضو مرتبطه بالديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي، بس خاصه بالايه؟ بالنون ميتال مع بعض. فهجيب اقل فرق لقيته ما بين الكربون والهيدروجين. نمبر 22 بيقول لي عايز الكومباوند از مور بولر، العكس بقى هجيب اكبر ديفرنس هلاقيه عند الدي، عند الاتش والاف. واحنا حافظين الاليمنت المشهوره اللي هم عندهم اكبر الكترونيجاتيفيتي اللي هو الاف والاو والان والسي ال اللي جمعناهم في كلمه اسمها فونسل. نعم. هو لو جبت الديفرنس في دي هيطلع اصلا ايونيك، بس لو جبت الديفرنس في دي هيطلع ايونيك. انت بتقول كلام غلط. هو في ايونيك ما بين اتنين نون ميتال وبعض، بس احنا مستر واخدين ان الديفرنس في البولر كوفيلنت موليكيول بيكون مور ذان 0.4 تل 1.7. 1.7 صح؟ مش كده؟ وانا كنت ساعتها بقول غالبا او اولموست، مش دايما. اهي دي اللي كان قصدي عليها، ان ممكن يعدي القاعده العامه بتقول لغايه 1.7، دي كسرت القاعده العامه عادي. وصلت؟ حد يسال؟ في 23 بيسال على
اكتر بوند او اكتر حد في اللي موجودين حوالين الكربون اتوم يعرف يعمل اتراكت للبوند الكترونز. قال لي الاقوى في الالكترونيجاتيفيتي اللي احنا حافظينه هو الاف، هو ده اكتر حد يعرف يعمل اتراكت للبوند او الاتراكت الالكترون بتاعه البوند. 24 واخر واحده بيقول لي عايز يعرف مين فيهم موست بولر. دول جروب 7 ايه حبيبه هتساعديني معلش عشان يبقى انت يعني ايه خدت فرصتك انت كمان. دول جروب 7 ايه هكتبهم لك بالترتيب والناس تحفظهم اف سي ال بي ار اي. حبيبي احنا لسه قايلين دلوقتي واحنا نازلين من فوق لتحت الالكترونيجاتيفيتي كان بيحصل لها ايه؟ حلو قوي. وكنا بنكتب بالعربي كده بنقول ده كان اكبر واحد في الالكترونيجاتيفيتي يبقى اللي تحت ده ايه؟ اقل واحد في الالكترونيجاتيفيتي صح؟ بص على السؤال عندك اجيبه لك. عايز يعرف مين فيهم موست بولر. فاكره كلمه بولر دي كنا بنجيبها ازاي؟ اكبر ديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي، اكبر ديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي. فارجع تاني كده واجيب لك الترتيبه بتاعتهم وقولي اكبر ديفرنس تلاقيه فين. اكبر ديفرنس ما بين اكبر واحد واقل واحد، دايما اكبر ديفرنس بيكون ما بين اكبر واحد واقل واحد، وبالتالي هروح على طول على التشويسز واقول له هختار ما بين اكبر واحد اللي هو الاف واخر واحد اللي هو مين يا اولاد اللي هو الاي، فيبقى التشويس دي هو التشويس الصحيح. صعب الكلام؟